بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. الحلقة دي أنا بكلم فيها إخواتي المدخنين، حيث أنني كنت مدخن سابق، وعندنا بشرى سارة لكل المدخنين حتى الذين دخنوا لمدة 30 أو 40 سنة وما أكثرهم في عالمنا العربي، يكاد يكون بالذات بين الذكور يعني من كل 5 في منهم واحد بس ولا حاجة اللي ما بيدخنش. وسن التدخين عندنا مثلا في مصر منخفض جدا، في ناس بتشرب سجاير من وهي صغيرة جدا. النهاردة هنحمل مفاجأة سارة لكل المدخنين، دي أول حاجة، وخصوصا الناس اللي فقدوا الأمل في الإقلاع عن التدخين بعد 30 و40 سنة من التدخين. هنقول لهم بشرى سارة ولكل المدخنين. كمان هنتكلم عن أهم وأحدث دواء نزل للإقلاع عن التدخين، وأهم فوائده وأهم أعراضه الجانبية والجرعة بتاعته، ونمشي عليه إزاي. طبعا احنا في القناة دي دايما بنتكلم بأبحاث علمية، بنجيب بحث علمي موثق ونتكلم عنه. فاحنا في بحث جديد مهم جدا اتنشر في مجلة نيتشر، عملوا معهد ويلكم زانجر لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة في بريطانيا، بالاشتراك مع جامعة لوس أنجلوس في أمريكا. يعني عملوا إنجاز رهيب جدا، وودوا أمل لكل المدخنين. أثبتوا بما لا يدع مجال للشك أن رئة المدخن تجدد نفسها تماما أو بصفة تقريبا تماما بعد الإقلاع عن التدخين بمدة هنشوفها دلوقتي في البحث. عملوا إيه؟ جابوا ناس مدخنين بقالهم 30 و40 سنة، وطبعا بيبقى في معاهم ناس تانية مش مدخنين خالص، مدخنين بقالهم 15 سنة و10 سنين، وأطفال، يعني أطفال لسه يعني صغيرين، يعني دول اللي هم إيه الرئة بتاعتهم في الصندوق لسه ما اتفتحتش، ما حصلهمش مشاكل. وأخذوا عينات من رئات هؤلاء البشر، وطبعا انتم متوقعين بقى ان رئه الايه الناس دي كده. واخذوا كمان من ناس بطلت سجاير بعد 30 و40 سنه، بقى لهم سنه مبطلين، وبقى لهم 5 مبطلين، وبقى لهم 12 سنه مبطلين سجاير. ناس مبطله سجاير ودخنت كتير، وناس بتدخن، وناس ما دخنتش خالص، واطفال. وخد بقى ايه عينات من الرئه بتاعت الناس دي، ودور في الخلايا بتاعتهم، شوف الجينات. احنا دلوقتي وصلنا العصر يا جماعة، انا ممكن اخد خليتك واروح من خلية واحدة منك اعرف 100,000 جين اللي عندك. البشر عندهم حوالي 100,000 جين، اعرف هم مين. فلقوا ان في خلايا المدخنين اللي عدى عليهم فترة طويلة من التدخين، لقوا ان 10,000 جين من جيناتهم تحولوا وتغيروا بطريقة ممكن تؤدي الى سرطان. كلام وحش جدا، يعني خطير جدا. 10,000 يعني من كل جين، من كل 10 اتأثر بالدخانة بتاع السجاير. وخدوا بالكم يا جماعة، أنا عاوز أعرفكم هنا بصفتي خبير في الدواء، السجائر الدخان بتاعها هو اللي فيه 99% من المرض، من الضرر. أما مادة النيكوتين فهي مادة مظلومة، مادة مظلومة، أنت مادة فيها يعني ضرر واحد وثمان فوائد أو 9 فوائد، منشطة للذاكرة ومنشطة للقلب و و و و طبعا ما بنديهاش لمرضى، يعني يحذر على مرضى القلب النيكوتين، لأن أي حاجة بتنشط عضلة القلب بتتعب القلب والكلام ده. لكن الناس العاديين النيكوتين لوحده مادة غير ضار، مادة بتمنع حدوث الزهايمر. طبعا أنا مش عاوز أعمل دعاية للنيكوتين، لأن إحنا بناخده بطريقة غلط، هي مادة مفيدة تؤخذ بطريقة خاطئة. فالاضرار دي ناتجه من الدخان. ايه اللي بيحصل في الدخان؟ لما انت بتولع السيجاره وتحطها في بقك وتدخن كده، بتتولد شقوق حره ومواد نشيطه جدا، ناريه، مواد حارقه، مواد قاتله، مش بس على الرئه، ده بتخش جسمك كله. لذلك لقوا المدخنين اللي بيقعدوا فترات طويله دخنوا ممكن يجي لهم سرطانات، مش بس في الرئه، ممكن تجي لهم في الكلى، في المثانة، حاجات بعيدة جدا عن الرئة، ومع ذلك بتتأثر بالدخان اللي بتمشي في الجسم كله. طيب ايه البشرة بقى الجميلة اللي بنحملها لكل مدخن، وعشان نشجعه على الإقلاع عن التدخين، وفي نفس الوقت نساعده ونقول له انت مش ه... يعني مش هنسيبك توقف تدخين بالطرق القديمة اللي بترجع بيها دايما تدخن تاني.
البشرة ايه هي الاول؟ الاول ان لو ان بعد ما توقف تدخين وخلاص بقى، انتوا عارفين ان الواحد بيوقف دخان بيجي له صداع وزي غلاله ودوشه، الكلام ده خلاص انتهى وعديت المرحله دي، وهنقول دواء بقى يخليك تعرف تبطل تدخين كمان شويه. لقوا ان في خلايا في الرئه ربنا سبحانه وتعالى عاملها للذين يتوبون عن التدخين. خلايا لا يمكن تتاثر بالدخان. يعني انت عندك في خلايا الرئه بتاعتك في 100 خليه، لو في 100 يعني، في منهم 10 لا يمكن الدخان ياثر فيهم، في 90 الدخان بيغير في جيناتهم ويغير فيهم ويحولهم لحاجات ممكن تؤدي الى سرطان. اما في 10 للتائبين، 10 للتائبين فقط. 10% من الخلايا لا تتاثر بالدخان مهما دخنت ومهما عدى عليك ان شاء الله 30 40 سنه بتدخن. إذا توقفت عن التدخين ينشط هؤلاء العشرة ويتكاثروا تدريجيا شهرا بعد شهر وعاما بعد عام، لغاية خلال 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين تتجدد رئتك وتصبح وكأنها جديدة وكأنك لم تدخن من قبل. إلا بعض البشر اللي حصل لهم انتفاخ في الرئة ومن 40 50 سنة بيدخن والرئة حصل حاجة اسمها انفيزيما انتفاخ، بس إيه ده حاجة صعبة يعني. لكن الاستعداد الخلايا للسرطان كان بينعدم بعد 10 سنين، وجميع الخلايا التي تحولت إلى خلايا مسرطنة بتختفي وتعود الرئة من جديد وكأنك لم تكن مدخنا. هتيجي تقول لي طيب وانا ما انا مش عارف ابطل التدخين. السؤال الاول، ليه يا جماعة الناس ما بتبطلش دخان؟ ده دخان السجاير دلوقتي في كل الدول بقت غالية، عندنا في مصر ما يعني انا كنت قعدت 25 سنه ادخن وبطلت الحمد لله، بقى 4 سنين مبطل سجاير، و يعني كانت غاليه السجاير، دلوقتي بقت فوق طاقه معظم البشر انها تدخن. فالسجاير مكلفه، بتدخن بتعمل دخانه في المكان، ناس كتير قوي تقول لك احنا متضايقين بالسجاير، ريحه نفسك بتبقى سيئه واهلك في البيت ممكن يتضايقوا منك. برغم كل العيوب دي انت ما تقدرش تصبح الصبح لازم تشرب مع كوبايه الشاي كوبايه القهوه سجاره، بعد الفطار سجاره، مش عارف ايه، كل ما حد يكلمك او يضايقك او حتى يفوت عليك فتره سجاره، بتبقى خرمان، كلام الخرمان اللي في الدماغ ده. فليه مش عاوزين نبطل السجاير؟ لان السجاير بتشتغل على المخ، ولازم نعترف بكده كويس، السجاير بتشتغل على المخ وبتنبه المخ وبتنشط المخ. فلقوا ان السجاير، النيكوتين يعني اللي في السجاير، بيشتغل على مركزين من مراكز الاعصاب في المخ، وهما في مراكز اسمها الريورد، مركز المكافئة للنجاح. انت ما بتكون عملت عمل وانجزت انجاز بتحس بحاجه انك انت مبسوط، يعني طلعت صدقه بتحس انك مرتاح، صليت صلاه وربنا تقبلها تحس انك مرتاح. الراحه دي بتيجي من مركز في المخ اسمه مركز المكافأة أو مركز الريورد أو بليجر سنتر، مركز السرور والانبساط. مركز السرور والانبساط ده في مخك بيشتغل بموصلين عصبيين النيكوتين بيزودهم، موصل اسمه الدوبامين وموصل اسمه النور أدرينالين. عشان ما دخلكش في مشكلة يعني، الموصلين العصبيين دول النيكوتين بتاعهم بيزودهم فيخليك مسرور أو خليك يزود الرضا عن النفس. ولذلك في عصرنا اللي احنا فيه ده، بسبب ضغوط الحياة وبسبب المشاكل الاقتصادية والمشاكل العائلية والمشاكل الصحية، الانسان دايما بيروح للسجاير، وتلاقي الجماعة اللي هم نفسيتهم مشكلة عندهم، نفسيتهم حساسة، تلاقي دايما بيدخنوا سجاير، وكل ما يبطلوا يجيلهم اكتئاب ويتعبوا ويروحوا يجيبوا سجاير تاني على طول. ده غير بقى يعني حتى لو قدر يسيطر على الصداع وما ينجحش معاهم اي طريقة تبطيل، يقول لك ازاز لب، يقول لك هات لبان، هات مش عارف ايه، هات ولا حاجة بتنفع. تمام. وانا هقول لكم خبرتي دلوقتي في موضوع التدخين، في موضوع الاقلاع عنه. يعني انا يعني قعدت 25 سنة بدخن سجاير واقلعت عن يعني جربت 1000 مرة بطل، ومرة بطلت سنة ورجعت، ومرة بطلت 6 أشهر ورجعت، وكنت كل ما اجي اعمل سجاير دي هذه هي الأخيرة وهذه مش عارف ايه، والعملية بتبقى مستحيلة وصعبة، وخصوصا مع الجماعة اللي اشتغلوا بمخهم زي حالتنا. فالفترة بتاعت الامتناع عن التدخين دي الأولانية تبقى رهيبة، ما بيعرفش يعمل فيها أي حاجة. فحاليا يعني ظهر دواء جديد ونزل مصر من احسن الادويه للاقلاع عن التدخين. الماده الفعاله اسمها بيو بروبايون، بيو بروبايون اسم صعب.
الدواء الاجنبي بتاعه اسمه ويلبوترين. ويلبوترين وجماعة قالوا ان هو موجود هنا في مصر، بس انا سألت عليه في الصادرات ما لقيتوش. الدواء الاصلي هو البوترين، والاخوة اللي في السعودية والدول العربية الاخرى هيلاقوه موجود عندهم بنفس الاسم ده، والبوترين، وهحط لك ايه الصورة بتاعته، بس انا ما اعرفش سعره عندهم كام. اما عندنا في مصر في الدواء اللي هو الجديد للاقلاع عن التدخين، انا رحت جبت منه علبة اسمه ويلنتا. ويلنتا هبقى احط لكم صورته، لان ممكن الصورة ما تبانش قوي هنا في التصوير ده عشان الضوء. اسمه ويلنتا ده، ده بيساعد على الاقلاع عن التدخين. بيعمل ايه الدواء ده؟ بيروح يشيل النيكوتين من الاماكن بتاعته اللي لزق فيها دي، ويقول له انت بتعمل ايه يا عم النيكوتين؟ انت بتزود دوبامين عشان الواد يبقى مبسوط وسعيد وراضي عن نفسه، بتزود نور ابريفرين عشان الاكتئاب، حاله الكآبه اللي عنده دي تروح وبتاع. طب ما احنا اركن انت على جنب، واحنا هنعوضه بالحاجات دي، احنا هندي له الكلام ده، ويخليك لما تشرب سجاير مش محتاج، مش مح في عمليه انسحاب السجاير دي من جسمك ما تبقاش ايه يعني مؤثره خالص. بيتاخد قرص واحد يوميا للاقلاع عن التدخين. في جماعه، هو على فكره برضو بينفع للاكتئاب، وخصوصا الاكتئاب اللي بيجي بعد الاقلاع عن السجاير، لان معظم الناس لما تقلع عن السجاير بيجي لها حالات مشابهه للاكتئاب او اكتئاب حقيقي. وده شكوى قالها لي، احنا كنا طبعا بقى بنقعد مع بعض الناس اللي عاوز تبطل دخان، يا جماعه قولوا لنا طريقه يعني تجربتكم. فكل واحد يقول لك انا لو بطلت بيجيني اكتئاب، بتبقى يعني مش شايف قدامي، وواحد يقول لك انا بتعصب وبتنرفز وممكن اعمل اي حاجه في اي حد قدامي، فيعني حاجات. فهو ده للحاجات دي كلها. الجرعه بتاعته قرص واحد في اليوم للاقلاع عن التدخين، وبتستمر عليه لغايه يعني بتاخده مثلا النهارده، كمان كام يوم تروح مبطل سجاير وحالف كده حلفان صادق انك ما ترجع لهاش، وبعد كده تستمر لك عليه 3 4 اشهر عشان ايه مخك ينسى النيكوتين خالص، وبعدين تحاول تبطله بقى توقفه هو كمان. والله لقيت نفسك هترجع للسجاير تاني، لا يبقى هو احسن من السجاير. هو قرص واحد في اليوم وليس منه اضرار، ارخص سعرا القرص مش عارف 3 جنيه ولا كام، انما انت بتدخن علبه في اليوم اقل حاجه دلوقتي دخلت على 50 جنيه ولا حاجه، ماديا احسن، اعراض جانبيه اقل من العادي. طيب انا تجربتي ايه بقى في الاقلاع عن التدخين؟ انا الدواء ده لسه نازل مصر حاليا، تمام؟ فطبعا ما كانش متاح ليا ان انا استعمله، استعملته قريب جدا جدا يعني، رغم ان انا بقالي حوالي 4 سنين مبطل سجاير. انا طبعا بعد الكلام ده كله رحت حالف مش شارب سجاير خالص، وطبعا بدات بقى اخش في الاعراض وقبل ما احلف كنت سبت السجاير ودخلت للفاب، اللي هي الدخان بتاع الفاب دي، اللي هي السائل بتاع الدخان ده، واقل ضررا، بيقولوا الاضرار بتاعته ربع ربع الدخان، وطبعا اقل ضرر لان نسبه الهباب والبخار وال اسمه ايه الدخان الحرق فيه مش بيعمل دخان بس مش بتاع حرق، فبيقولوا ان هو ربع الضرر يعني 1/4 من الضرر بس مضر. حلفنا بقى احنا مش راجعين لها خالص، ورحت رايح جايب اللبان. في لبان يا جماعه بيتباع بيجي لنا مصر، معرفش بيجيبوه ازاي بصراحه، اسمه نيكوريت. ده لبان في نيكوتين، ده في نيكوتين يعني، ما هوش بقى حاجه، ده في النيكوتين نفسه، وبيعملوه بقى بفليفر ونعناع ومش عارف ايه، بحيث انك انت ايه لو دماغك خلاص يعني مفيش خالص، يبقى انت تاخد اللبانه دي تمضغها بتديك النيكوتين. في بعضهم تركيز 2 مللي جرام يعني قد سجارتين، في واحد نوع 4 مللي جرام يعني قد 4 سجاير في اللبانه الواحده، من السجاير متوسطه التركيز يعني اللي زي اللي في مصر معظمهم 1 مللي جرام نيكوتين. ما فيهوش قطران، هذا القطران الذي يدمر الجسم ويقضي عليه تماما ويكسر كل الخلايا، بيدخل حتى اي خليه ويجبرها على التحول الى خلايا سرطانيه في وقت من الاوقات، لازم تصبح الى خلايا سرطانيه وينشئ لك سرطانات لا قبل لك بها. خدوا بالكم يا جماعه، 4% من انواع السرطان بس في العالم التي لها علاج الان، وانا متخصص في موضوع السرطان ده. 4% من امراض السرطان اللي اكتشفنا لها علاج شافي، ما الباقي بقى بندي ادويه وبندي كيماوي والمريض هو وقدره عند الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت انت قدامك دلوقتي عشان نلخص الامر في الحلقه دي، انت لازم تقلع عن التدخين نمره 1، ماشي؟ عاوز فوائد التدخين وتسيب مضره، يبقى انت كده انت كويس، انا معاك، ماشي؟
عندك عاوز نيكوتين نفسه، عندك علكة النيكوتين، لبانة النيكوتين بتتمزج، علكة باللغة العربية، علكة النيكوتين، وفي النيكوتين لزق بيحطوه، وفي حاجات كتيرة جدا. اسأل الصيدلية، لازم هتلاقي أي صيدلية على الأقل صيدلية كويسة فيها حاجة للنيكوتين. تمام؟ عاوز تبطل النيكوتين خالص وتمنعه، يبقى عندك ده هيساعدك، الدواء ده هيساعدك على الإقلاع عن التدخين ويحسن لك نفسيتك عشان ما ترجعش له تاني، وكمان بيساعد في التركيز. الجماعه اللي بيشربوا سجاير، ناس كتير قوي تقول لك طب انا بقى ما اعرفش اشتغل الا لما اشرب السيجاره، انا محتاج تركيز. ده الحاجتين دول فيهم النيكوتين بتاعك، والتاني فيه حاجه بتزود بيساعدك على التركيز. هو التركيز بيجي منين؟ ما هو بيجي من الدوبامين وبيجي من النور ادرينالين، من الحاجتين اللي قلنا عليهم دول. فبرضه هو بيجي ايه؟ يديهم لك. فمالكش حجه واحده بس تشرب سيجاره واحده. عاوز دواء موجود، عاوز النيكوتين اللي في السيجاره الحلو موجود، واسعارهم ارخص. النيكوتين ده رغم ان هو بيجي من بره، معرفش ليه ما بنعملوش في مصر، ده سهل جدا، بيجي من بره، ومع ذلك العلبه تساوي تمن خمس ست اقراص، وانت محتاج واحد ولا اتنين في اليوم. فيعني اذا هو اوفر ماديا، وسيبك من الماديات، الصحه اغلى حاجه، لانك انت لما هتعيا ويجي لك سرطان مش هتكفيك فلوس الدنيا كلها. يعني ده باختصار كلام عن عن موضوع التدخين، ورجاء من الاخوه، من واحد مدخن او دخن يعني لمده 25 سنه واقلع عن التدخين من فتره طويله، لا تعود الى التدخين، لا تعود الى هذه الادويه، تكفيك لكل ما تحبه في الدخان، الا النفس الدخان اللي بتطلع تعمل لك الدوشه دي. فدي الحاجة الوحيدة. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.